في قديم الزمان كان يحكى بأن البيت الذي تدخله الشمس لا يدخله الطبيب. مرت السنون وأصبحت هذه المقولة القديمة نمط حياة حديث ووصفة سحرية يعتمدها المعماريون ودعوة اقتصادية من الحكومات لأجل التصادق مع البيئة والعيش في بيوت خضراء. هنا في بريطانيا أصبح الأمر حقيقياً بعد أن برزت في الأفق أعداد من البيوت الخضراء التي تساعد صاحبها على توفير الطاقة وعدم إهدار الموارد الطبيعية، ما دفع بالحكومة البريطانية إلى التفكير في منح قروض بنكية أطلق عليها اسم القروض الخضراء لتشجيع أصحاب البيوت على إعادة تصميم بيوتهم لتكون صديقة للبيئة. ولكن قبل الحديث عن هذه القروض الخضراء لنتعرف أولاً عن مواصفات البيت الأخضر. فهذه البيوت تشتهر بنوافذها الواسعة والمنتشرة في أنحاء المنزل لتسمح بدخول قدر كاف من الهواء والشمس إلى البيت، لا سيما وأن الشمس تبعث السعادة والراحة أيضاً إلى داخل النفس. أما سقف البيت فيجب أن يكون عالياً لتخزين قدر أكبر من الهواء لتبريد البيت، وبالتالي يقلل من استهلاك الطاقة. كما يجب مراعاة وجود عوازل في الجدران حتى لا تصل الحرارة أو البرودة إلى داخل المنزل. وتتميز البيوت الخضراء بألوان تعكس الحرارة، ويستخدم فيها مواد يعاد تدويرها لتقليل الإضرار بالبيئة. أما بالنسبة للقرض السكني الأخضر فمرتبط بدوره بالمعايير الاقتصادية والمواصفات البيئية للبيت الأخضر، فكلما تمكن صاحب البيت من توفير الطاقة وأثبت تقلصا في فواتيره وتراجعا في انبعاثات الغازات الضارة، نجح في تجاوز حواجز تكلفة تركيب وتحويل منزله العادي إلى منزل صديق للبيئة، وخفض من تكلفة فواتير الكهرباء ب 380 جنيها سنويا. وتتطلع الحكومة البريطانية من خلال خطتها الخضراء إلى تخفيض الغازات المنبعثة من المنازل بنسبة 29% بحلول العام 2020، وإذا ما قامت بتشجيع المواطنين مادياً على تحويل بيوتهم إلى منازل خضراء فهذا من شأنه أيضاً أن يوفر 65,000 وظيفة بحلول العقد المقبل. ورغم الصورة الاقتصادية الداكنة التي يعيشها الاقتصاد البريطاني، غير أن العقد المقبل يبدو أنه يحمل بشائر خضراء، إذ سيتم تركيب 6 ملايين منزل أخضر بحلول العام 2015، فيما تستهدف الحكومة في 2020 تقديم الدعم المالي ل7 ملايين منزل للارتقاء بمعاييرها المتعلقة بالبيئة. سمح السيد، العربية.